وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مدينة جدة السعودية منذر أبو دوح موفد التلفزيون المصري. منذر، ضعني في صورة الاستعدادات النهائية للقمة العربية المرتقبة في المملكة العربية السعودية. تحياتي إليك بداية ولكم أعزائي المشاهدين. بالفعل استعدادات كبيرة تقوم بها السلطات السعودية استقبالا للقمة العربية الرئاسية والتي ستعقد المرة الرابعة في السعودية بمدينة جدة. هذه القمة تشهد تحديات عديدة على مختلف المستويات، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، والذي وخاصة في ظل الأزمات العالمية وبطبيعة الحال الأزمات التي تمر بها المنطقة العربية. الملف السوري الذي كان دائما حاضرا وبقوة بعد عودة سوريا إلى قلب الجامعة العربية وقبول الرئيس بشار الأسد دعوة الملك السعودي بحضور القمة العربية، وذلك وفقا لتصريحات وزير الخارجية السوري، وكذلك وصول اليوم عدد كبير من الرؤساء للمشاركة في القمة التي ستعقد غدا بعد صلاة الجمعة إن شاء الله، ووصول الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي بدأ عدة جلسات وجلسات ثنائية لمناقشة القضايا العربية. بطبيعة الحال هذه القمة مثلما نقول عليها قمة التحديات، تحديات عديدة في مختلف الأزمات، الأزمة السودانية والتي تابعنا تطوراتها على مدار الأسابيع الماضية، ومطالبة الجامعة العربية بضرورة وقف الاقتتال بين الأشقاء السودانيين والحفاظ على الدم السوداني، وتأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على أن يكون الحل دائما من داخل السودان بدون تدخل أي طرف دولي، وأهمية الحفاظ على الدم السوداني، وكذلك وصول المساعدات للمواطنين السودانيين بسبب نقص المساعدات الإنسانية لهم بسبب الاقتتال. كذلك هناك قضايا أخرى، سواء القضية الفلسطينية وهي القضية المحورية بالنسبة للشعوب العربية والحاضرة دائما على طاولة مناقشات الرؤساء العرب في القمم الماضية. نعم. والتأكيد على أهمية وقف التعنت الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الأعزل، وخاصة ما تابعناه الأيام الماضية من اعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على بعض المدن الفلسطينية وقطاع غزة، وتدخل السلطات المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك الوقف هذا والوقف تلك الاعتداءات. بطبيعة الحال هناك كذلك عدد من القضايا. نعم. منذر، سوريا مرة أخرى إلى الحضن العربي بعد 12 عاما، يعني كيف يرى المراقبون لهذه القمة الجديد بعد رجوع سوريا مرة أخرى إلى الجامعة العربية؟ بطبيعة الحال كانت الأزمة التي مرت بها المنطقة العربية مثلما يطلق عليه الربيع العربي، وما كانت من تبعات أثرت على كافة المستويات على عدد من الدول العربية، والتي أظهرت لنا تلك النتيجة الأخيرة من خروج سوريا منذ ما يقارب من 13 عاما من الجامعة العربية. عودتها اليوم لقت سعادة كبيرة متى ما لمسناه في كواليس اجتماعات سواء بالأمس وزراء الخارجية العرب. نعم. أو على مستوى المندوبين قبل أمس، وذلك من سعادة من قبل المشاركين. عودة سوريا كلاعب رئيس في القضايا العربية، لأن سوريا تعتبر من أهم الدول العربية في دعم مختلف القضايا العربية، يسهم في وضع توحيد رؤى تجاه مختلف القضايا العربية، يسهم كذلك في تعزيز الثقل السياسي للآراء العربية وللتحركات العربية، وكذلك يسهم كذلك بشكل أكبر في زيادة التعاون الاقتصادي، خاصة أن القضايا الاقتصادية تشهد مناقشات أعلى في هذه القمة بسبب الأزمات الاقتصادية التي تمر بها العالم وأثرت بطبيعة الحال على المنطقة العربية. كذلك على المستوى الاجتماعي تابعنا كذلك مناقشات لعدد من القرارات سيتم رفعها إلى القمة العربية خاصة بالشأن الاقتصادي والشأن السياسي. إذن عودة سوريا إلى قلب الجامعة العربية مثلما أسلفت الذكر زميلاتي العزيزة، بالفعل سيكون صداه أكبر في هذه القمة مما يجعلها قمة استثنائية. نعم، أشكرك جزيل الشكر عن هذه الصورة التي نقلتها إلينا عن القمة العربية في دورتها الحالية بالمملكة العربية السعودية. كنت معي منذر أبو دوح موفد التلفزيون المصري.